اللجان الوطنية العربية للعلوم والثقافة المعنية بإيجاد مرتكزات فكرية مشتركة بين الدول العربية، عده وزير التربية مؤشرا على أن العراق بات أكثر البلدان أمانا في المنطقة. أهمية هذا المؤتمر بأن العراق الآن أصبح ربما البلد الأكثر أمنا من أغلب البلدان العربية، خاصة بعد الربيع العربي، وأيضا هي رسالة إلى كل المجتمعات الدولية والإنسانية أن العراق استعاد عافيته وبدأ ينطلق من جديد. والدليل أننا نناقش اليوم قضايا العلم والثقافة والفنون والآداب ونناقشها في بغداد. وبانعقاد مؤتمر اللجان الوطنية العربية للعلوم والثقافة والتربية في العراق، تكون القطيعة بينها وبين نظيرتها العراقية قد انتهت، سيما بعد اتفاقات سابقة على تقسيط ديون للعراق لم تفصح عن قيمتها الوزارة تجاه منظمات دولية تربط ما بينه وبين تلك اللجان. العراق كان بعيد عن محيط العربي من خلال الألكسو، وكذلك بعيد عن محيط الإسلامي من خلال الأسيسكو، والمحيط الدولي من خلال يونسكو بسبب السياسات اللامسؤولة للنظام السابق. وقد تم إطفاء 70% من الديون المترتبة على العراق تجاه الألكسو، وأبقت 30% قسطت على 10 سنوات ابتداء من عام 2009. أما اللجان القادمة إلى العراق فتقول أن مهمتها في هذا المؤتمر استغلال التنوع الديني والإثني بشكل إيجابي يعزز من أواصر البلدان العربية والإسلامية، والابتعاد عن العنف الطائفي فضلا عن تبادل الخبرات. هو يحصل تنسيق عمل، نقل للخبرات، تبادل الخبرات، توحيد المواقف في المواقف اللي تحتاج توحيد، لان حضرتك لو تعلمي احنا اللجان الوطنيه بتساهم في اعداد برامج المنظمات الدوليه زي منظمه اليونسكو، منظمه الاليكسو، منظمه الاسيسكو. يفترض ليس فقط انه من مسؤوليه المنظمه العربيه او الاسلاميه للتربيه والثقافه والعلوم، ولكن منظمه المؤتمر الاسلامي لها الدور ايضا في وضع حد ل أي مواضيع تثير الفتنة بين المسلمين. هذه الفتنة قاتلة ولا أحد يرغب بها، هي فعلا قاتلة لنا جميعا. يجب العمل على استثمار كافة هذه المذاهب، أو استثمار هدف هذه المذاهب كلها هو بناء الإنسان وتطوير الإنسان وتطوير المجتمع نحو الأفضل، وليس خلق اختلافات أو خلافات كما نقول، خلافات تؤدي إلى عادة الخلافات تؤدي إلى الزوال أو تؤدي إلى الضعف. ويدعم هذا المؤتمر 18 دولة عربية وإسلامية بعد اعتذار قطر والجزائر عن المشاركة وتغييب سوريا بسبب التزام الدول بقرار الجامعة العربية بعدم دعوتها. نازم محمد، السومرية.